مبدئيا كده هقول لكم على حوار الايباد ده، لان انا سالت كتير عليه. الايباد بيرندر معايا وما اعرفش اصور بيه، ومش هينفع 2024 فما تشتروش. طب ايه اللي بيخليني مثلا اصور بيه ولا اعرف اصور بيه؟ بيبقى لازم يكون 100%، اقل من 100% او اقل من 80% بيرندر معايا.
اصلا يعني. فوق فوق، انا ورانا اطلع بالسيف. نزل بالبتاع بالشوتجن. تعالى خش على طلع طلع مخاول من عندك أمة تلعب بصراحة.